يا الله اطلبك يا خير والي جد علينا باكبر عطيه واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يا الله بالايمان يا كثير العطاء والنوالي عم جودك جميع البريه اعطني كل ما هو ببالي فانت معطي ومحسن ومنان يا عواب غني ذا صوت حالي ذكر القلب وقت الهويه وقت قد مر في عيش حالي لم يكدر واشن ولا شان يا رعى الله تلك الليالي كلها يا محبي زهية عود الله وقت الوصال في هنا في عوافي وسلوان اضرب العود في القلب سالي ما معه فكر في ذي الدنيا فكرها لا مع أهل المعالي عالين المقامات والشان مرتقاهم بعيد المنالي والمراتب رفيعة عالية من بغاها يموت كل غالي لا يبالي بمنقود لثمان ينتصاب في عتيم الليالي يكتفي سبل أهل المعية لرقاو في مراق الكمال وامتلأوا من علوم وعرفان كل من حابهم لا يبالي يوم حالته حالة رضية ما يشوف العنا والنكال يدوب محروس من الناس والجان يا أهل وادي العجال يا رجال ادركوني بشربة هنية ووصلوا يا حبايب حبالي وادخلوني معاكم في الحال لاجل يرتاح بالقرب بالي والعوامل تتمي قوية يتسع لي كماكم مجالي وانشرح لي باش الله والدون عندكم مولى بلال يسعفوا الوجوه الرضية وانظروا في صلاح العيال شوفوا الوقت ما فيه ميزان Terima kasih yang sudah nonton video ini. Silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.